بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه. ثم أما بعد، فها نحن أولئي أيها الأحباب نواصل قراءتنا منظومة مولانا عبد الواحد ابن عاشر، هذه المنظومة التي ألفها في الفقه المالكي، أقصد في قسم العبادات، في قسم، ولكنه أقامها كما عرفنا في اللقاءات الماضية على ثلاثة أقسام، فقال في عقد الأشعري وفقه مالك وطريقة الجنيد السالك. فبدأ المنظومة بالمعتقد، ثم ثنى بالفقه على اختيارات إمام المذهب مولانا الإمام مالك بن أنس الإمام دار الهجرة، ثم ختم المنظومة بالتزكية والخلق وترقية الروح وتنقية القلب من الأخطاء والغفلات. جيد، قرأنا في الحقيقة باب الطهارة، ثم ولجنا سويا إلى باب الصلاة، ثم انتهينا من فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها، حتى انتقلنا بعد ذلك إلى ما يسمى بالسنن، فرأينا سننا قد اشتهرت بأسماء، سننا قد اشتهرت بأسماء، كما يقال صلاة الاستسقاء، ويقال صلاة الكسوف وصلاة الخسوف، ويقال صلاة العيدين، وآخر ما تكلمنا فيه كان من الصلوات هذه المسمى، أي التي لها اسم صلاة الاستسقاء. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى ما يسمى بالسنن الرواتب إلى آخره، حتى وصلت بنا الرحلة مع مولانا عبد الواحد بن عاشر إلى ما أطلق عليه أحكام سجود السهو. أحكام لا بد من كلمة سريعة قبل أن نبدأ قراءة ما نظمه مولانا عبد الواحد بن عاشر. أيها الشباب، لا يوجد إنسان لا ينسى، بل سمي الإنسان إنسانا لنسيانه لأنه ينسى، والنسيان نعمة كبرى من الله سبحانه وتعالى لبني آدم، النسيان نعمة كبرى، فإذا وقعت للإنسان مصيبة عظيمة بأن فقد شيئا عزيزا لديه، فقد والده، فقد والدته، أو فقد الرجل ولده، فهذه مصيبة من أكبر المصائب، فهذه لا تهون على العبد إلا بمرور الأيام حيث ينسى، حيث ينسى. فما جعل الإنسان إنسانا إلا إيه؟ لنسيانه. وتذكروا قول الحق سبحانه وتعالى في سيدنا آدم عليه السلام، فنسي ولم نجد له عزما، فنسي ولم نجد له إيه؟ ولم نجد له عزما. لكن النسيان أحيانا يكون مصيبة، فإذا ما أودعت ذاكرتك شيئا من العلم ثم والعياذ بالله أصبت بنسيان العلم فهذه مشكلة، حتى قالوا إن آفة العلم النسيان، إن آفة العلم إيش؟ النسيان. وما برع العلماء في العلم إلا بعد أن رزقهم الله ذاكرة تعي ما تحفظ ولا تنسى، تعي ما تحفظ ولا إيه؟ ولا تنسى. أما النسيان في العبادات، فلأن ربك سبحانه وتعالى يعرف خلقه، قال الله ألا يعلم من خلق، يعرف أن خلقه ينسون، صحيح؟ فوضع للنسيان أحكاما في العبادات، ماذا على المسلم أن يفعل إن نسي سنة من سنن الصلاة، ماذا عليه أن يفعل إن نسي فريضة من فرائض الصلاة، هل وارد أن يصلي الإنسان الصلاة الرباعية يصليها ثلاثية ويسلم، وارد أو غير وارد؟ وارد، ليس واردا فقط، بل يحدث كل يوم، كل يوم، وأحيانا يصلي الثنائية ثلاثية، وأحيانا يصلي الرباعية خماسية، فيأتي بالركعة الخامسة دون أن يشعر، ذاك لأنه ماذا يحدث له يا شيخ عبد الرحمن؟ ينسى. ماذا يحدث؟ ينسى. وما سمي الإنسان إنسانا إلا لنسيانه. والحمد لله، سبحان الله، سبحان الله، والحمد لله رب العالمين، فإن أحكام النسيان في العبادات يعني شيء بديع وضعه ربي سبحانه وتعالى، يعني طريقة ليعرف العبد ربه وكيف يعبد ربه. ولقد صدق الحبيب صلى الله عليه وسلم إذ قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إذن يعني أن الإنسان سينسى، أن الإنسان سينسى. كيف يعالج صلاته إذا نسي؟ كيف يعالج صلاته إذا نسي؟ مشهور عند كل الناس أنه إن نسي يعالج صلاته بماذا؟ بسجود السهو.
ولكن سؤال الفقه يسجد للسهو إذا نسي ماذا في الصلاة؟ وقد عرفنا أن للصلاة أركانا وسننا ومندوبات ومستحبات ومكروهات، هذا عرفناه أثناء قراءتنا لمتن ابن عاشر، صحيح؟ صحيح. متى يسجد للسهو إذا نسي ماذا؟ إذا نسي ماذا؟ ومتى يسجد للسهو، قبل السلام أو بعد السلام؟ فإذا سجد قبل السلام أيعيد التشهد أو لا يعيد التشهد؟ فإذا سجد بعد السلام أيعيد التشهد أو لا يعيد التشهد؟ ودعني أعطيك صورة عجيبة يا شيخ عبد المتين، صورة عجيبة صحيح، يعني إنسان يا سادة نسي سنة من سنن الصلاة التي يسن له أن يجبرها بسجود سهو، ويسن له أن يجبرها بسجود سهو قبل أن يسلم، أي قبل أن يخرج من الصلاة، فلما وصل عند التشهد الأخير سلم ونسي أن يسجد للسهو، يعني نسي أن يجبر نسيانه، فماذا عليه أن يفعل؟ هذه صورة عجيبة صحيح؟ نعم. ماذا عليه أن يفعل؟ هذه من المسائل التي ينص عليها ابن عاشر في المنظومة نصا، ومسألة أخرى، إذا نسي سنة ها يسن له أن يسجد لجبرها بعد السلام ثم سلم وقام من مكان الصلاة وانطلق إلى بيته ونسي أن يسجد بعد السلام، فما حكم صلاته؟ وهذه أيضا من المسائل التي نص عليها عبد الواحد بن عاشر. الآن عندنا سؤال، لأي شيء يسجد ابن عاشر في أول بيت في هذا الباب؟ يقول لسنة أو لسنن، انتبه، لسنة أو لسنن، سنة أو لسنن، هناك سنة توجب أو يسن، لا توجب، لأن سجود السهو حكمه واجب أم سنة؟ سنة. سجود السهو في نفسه حكمه إيش؟ سنة. حكمه سنة، ليس واجبا في المذهب، ليس بواجب في المذهب. لأي شيء يسجد يا مولانا سيدنا المصلي هذا، لأي شيء يسجد؟ واحد، لسنة أو لسنن. تعالوا لنرى منظومة ابن عاشر ماذا تقول، وأنا يعني لا أحب أن أطنب كثيرا في المسائل الفقهية ونحن نقرأ كتابا للمبتدئين، فعندي أمل في الله تعالى أن نختم ابن عاشر ونفهم ما فيه، ثم ننتقل إلى كتاب أوسع من ابن عاشر ونختمه، وننتقل إلى كتاب أشد وسعا في الفقه، فإن مجلس الفقه لا أوده أن ينقطع أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فاسألوا الله أن يفقهنا في ديننا. فنحن نقرأ ابن عاشر هذا لأنه للمبتدئين، لأنه فقط نضع الأحكام في أذهاننا. قال ابن عاشر رحمه الله تعالى: فصل لنقص سنة سهوا يسن، لا يجب عليه أن يسجد للسهو، بل إيش؟ يستاني. فصل لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنن، سجدتان أو سنن، يعني قبل السلام سجدتان، قبل السلام أو بعد السلام. لماذا هنا قال قبل السلام؟ لأن في أول البيت قال فصل لنقص، فالنقص يجبر بالسجود قبل السلام أو بعد السلام. قبل السلام. لكنني أريد أن أفهم شيئا يا شباب، أريد أن أفهم شيئا أولا، كيف يقول فصل لنقص سنة أو سنن؟ كيف ينسى الإنسان سنة وكيف ينسى سننا؟ كيف؟ أعطيك فكرة سريعة، إنسان قرأ الفاتحة الله أكبر تكبيرة الإحرام، ثم قرأ الفاتحة في صلاة جهرية في الركعة الأولى، ثم ركع من غير أن يقرأ سورة بعد الفاتحة، هذا نسي سنة أم نسي سننا؟ ها؟ غلط، خطأ محض، هذا لم ينس سنة، هذا نسي من السنن ثلاثة. كم سنة نسيها؟ ثلاث سنن. كيف يا شيخ؟ أقول لك انتبه، هو ماذا ترك؟ قراءة السورة، صحيح؟ قراءة السورة فيها ثلاث سنن، السنة الأولى قراءتها،
السنة الأولى إيش؟ قراءتها. والسنة الثانية كيفيتها من جهرية أو سرية، من جهرية أو سرية. في العشاء الصورة جهرية أم سرية؟ لم يقرأها، إذن أسقط قراءتها وأسقط جهريتها، يكون نسي كم سنة؟ سنتين. ها؟ ونسي القيام لها، فالقيام للسنة سنة، والقيام للركن ركن في الصلاة. إذن إذا نسي سنة أو نسي سننا فهذه بهذه الصورة يكون نسي سنة أو سننا؟ يكون نسي سننا. ماذا يفعل للنقص؟ يصلي لماذا؟ قبل السلام. يصلي قبل السلام، يسجد سجدتين قبل السلام. هنا نكتة أخرى، نكتة أخرى انتبهوا جدا. فأنا يا جماعة أوضح لحضراتكم في هذا المجلس اختيار مولانا إمام دار الهجرة أو اختيار الفقه الإيش؟ المالكي. ولا أشغل رأسي بما تقول بقية المذاهب، لأننا نبني أنفسنا الآن في مذهبنا. في إيش يا مشايخ؟ فنحن نلتف حول كرسي الإمام. من؟ الإمام مالك. الشافعية يزعلوا، ما تزعلش ولا حاجة، ما عندناش مشكلة. إحنا دلوقتي بنقرأ الفقه على مذهب مالك. الآن قلنا للنقص يسجد قبل السلام أم بعد السلام؟ قبل السلام. طيب تفكر معي في هذه الصورة التي سأحكيها لك. قام ليصلي العشاء فقال الله أكبر وقرأ الفاتحة، ثم لم يقرأ السورة وركع، ثم رفع من الركوع وأتم صلاته وتذكر أنه لم يصلي، لم يقرأ السورة. إذن أنقص سنة أم أنقص سننا كما وضحنا؟ سننا. ماذا عليه أن يفعل عند الملك في الفقه؟ أن يسجد قبل السلام سجدتين. أين النكتة؟ الآن يجلس جلوسه للتشهد الأخير ويقرأ التشهد، يسلم أم يسجد مرتين بعد التشهد؟ يسجد سجدتين ثم يجلس يعيد التشهد أو لا يعيد؟ أنت مفتي؟ يقول من أين عرفت أنه لا يعيد؟ هذا سؤال في غاية الأهمية، وهذا سؤال يوضح جانبا من فقه مولانا إمام دار الهجرة. يا جماعة الخير، في المذهب رأيان، في المذهب رأي يقول لا تعيد التشهد، إنما تسجد سجدتين وتجلس وتسلم، وليس هذا هو الرأي الأشهر في المذهب، إنما الأشهر في المذهب أن تعيد التشهد. وهذا ما رجحه عبد الرحمن بن القاسم. مين عبد الرحمن بن القاسم؟ وقد قرأت لكم سيرته وحكيت لكم قصته، وهو من أئمة المدرسة المصرية المالكية رحمه الله تعالى، وتلميذ من تلامذة مولانا الإمام مالك. عاش عند مالك سنين، ثم نقل فقه مالك إلى مصر، ثم جاءه أسد بن الفرات فأخذ منه فقه مالك، ثم عاد أسد بن الفرات إلى المغرب فأخذه منه سحنون، ثم عاد سحنون إلى مصر فتعلم وراجع ما أخذه من أسد بن الفرات على عبد الرحمن بن القاسم، فكان ما تعلمه سحنون من عبد الرحمن بن القاسم هو المدونة، مدونة الفقه المالكي، وقد حكيت لكم قصتها تفصيلا. عبد الرحمن بن القاسم هذا رجح بناء على ما تعلمه من من؟ من الإمام مالك، أن يعيد المصلي التشهد مرة أخرى ولا لا يعيد؟ رجح إعادته، رجح. الآن إذن نسي سنة فسجد سجدتين للسهو، يجلس ويسلم ولا يجلس ويقرأ التشهد من جديد؟ ها؟ فإن جلس ولم يقرأ التشهد وسلم يصح على رأي في المذهب، والراجح أيوة. فهمتم؟ الآن اقرأ مرة أخرى. فصل للنقص سنة سواء يسن أيوة قبل السلام سجدتان أو سنن. نعم. أما من سهى بزيادة كمن قام لخامسة أو جهر في محل السر في أو جهر في محل السر. يعني الآن نحن تكلمنا عن من أنقص ولا عن من زاد؟ أنقص. طب الذي زاد يعني جاء في صلاة العصر فقرأ السورة بعد الفاتحة جهرا، فقرأها جهرا في صلاة العصر، والعصر سرية أم جهرية؟ سرية. هو قلب السرية جهرية، ماذا عليه أن يفعل؟ يسجد للسهو قبل السلام أم بعد السلام؟ بعد السلام. بعد السلام، لأن الجهرية زيادة أم نقص؟ زيادة. فمن قام ليصلي العشاء فصلاها سريا،
وبالمناسبة يا شباب لا فارق في جهرية العشاء بين الجماعة والفز، لأن هذا من الأخطاء التي يقع فيها العامة. إذا صلى في الجماعة كده كده بطريق بطبيعة الحال الإمام ماذا يفعل؟ يجهر بالقراءة فهو كأنه صلى العشاء جهرا. فإذا صلى وحده الله أكبر الله أكبر، ماذا فعل شيخ أحمد؟ صلى سرا. إن لم يسجد هذا للسهو فصلاته فيها كلام، فيها إيش؟ كلام. إذن لا فارق بين الجماعة والفز في الجهرية والسرية، فهذا من أصل الصلاة، لا لكونه في جماعة أو لكونه في غير جماعة. الآن إنسان سهى فزاد في الصلاة، قلب الجهرية السرية جهرية، ماذا يسجد؟ متى يسجد؟ بعد السلام يسجد. متى يا مشايخ؟ فإنه يسجد سجدتين بعد السلام. الآن يا مشايخ تتذكرون أني قلت لكم سجود السهو قبل السلام يعيد التشهد أو لا يعيد؟ يعيد. أنا أريد أن أسمع كلام الفقهاء أو كده. فيها كم رأي؟ والراجح في المذهب أيوة كما رجح عبد الرحمن بن القاسم. طيب، سجود السهو بعد السلام الذي هو لأجل نقص أم زيادة؟ زيادة. لأجل زيادة، يعيد فيه التشهد أو لا يعيد؟ لماذا سكتتم؟ يعيد التشهد فيه قولا واحدا لا خلاف فيه في المذهب. فالخلاف في السجود قبل السلام يعيد التشهد أو لا، والسجود الذي بعد السلام لا خلاف يعيد، يعني يعيد. خلاص انتهت المسألة، انتهت المسألة، فهمتم؟ ثم يقول مولانا رضي الله عنه، ها اقرأوا معي: إن أكدت وميزت سهوا سجد، بعد كذا والنقص غلب إن ورد. يعني إيه الكلام ده يا مشايخ؟ الشيخ يقول لنا يا أحبابي إذا زدت سنة أو أنقصت سنة، فإن أنقصت سنة سنة أو سننا فسجودك قبل السلام تعيد التشهد على الراجح، وإن زدت سنة فسجودك بعد السلام لا تعيد التشهد بغير خلاف. لكن إن كانت السنة التي أنقصتها أو زدتها سنة مؤكدة فليس كل سنة تجبر بسجود السهو، ليس كل سنة تجبر بسجود السهو، وإنما هناك سنن معينة زيد فيها أو أنقص تجبر بسجود السهو، وهي جمعها صاحب كتاب الدر الثمين في بيت من الشعر في غاية اللطافة: السنن الآكاد التي لأجلها يسجد للسهو قبل السلام أو بعده، قالها في هذه الجملة الشعرية الجميلة، قال: سيناني شيناني كذا جيماني تاءان عد الثنن السماني. مرة أخرى: سيناني جيماني كذا سيناني شيناني كذا جيماني تاءان عد السنن السماني. وتفصيل هذا في المجلس القادم إن كنا من الأحياء. وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب المصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.